والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يلا اقرأ الحديث الأول نختم به مجلسنا هذا قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري من بداية كتاب العلم، وهذا توفيق من الله تعالى، وفقنا الله تعالى أن معنا النظر في هذه الأحاديث القليلة من بداية الباب. نبدأ على بركة الله ونختم به إن شاء الله تعالى. يلا يلا من بداية الباب كتاب العلم. مش قلتكم أنتم تقرأوا مش قارئين. يلا 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 حديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت عالي حتى يسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاته والله بما تعملون خبير. المجادلة 11. وقوله عز وجل: وقل ربي زدني علما. طه 114. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائلة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فما با رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تمام. يلا الحديث الذي يلي. باب ما ضيع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عالي بالفضل قال حدثنا أبو النعمان عالي بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عقبة بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. تمام. باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. فقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة. وقال أنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السائق المسدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. طيب بعدين قسمة خير كل واحد بشق. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. باب ضرب الإمام مسألة الأصحاب اللي اختبر عندهم من العدد.
حدثنا خالد بن المخدد ابن المخدد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلمين. حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجره البواري. قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخله. باب ما جاء في العلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا وقوله تعالى وقل ربي زدني علما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشددا عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من قومي وأنا ذمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب يلا. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إليهم إلى المدافع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد. تسمع في حاجة أنتو؟ أرفع صوتك شوي ما سألش لما نسمع الشيء. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. تمام. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. أعيد الجملة. فقلت لقتادة من قال نقشه رسول الله؟ قال أنس. من قال نقشه؟ أنا عندي نقشه. ما يهمكش الكتاب أحيانا. طيب احنا ونذكر في الأحاديث ونقرأ فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستذكار المسائل. تذكروا في المسائل ولا؟ شفت لو تكونوا حافظين الحديث هذا
مسألة أخرى تجي بعدين اللي بعدها بسرعة. باب ما قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس الناس معه أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدا قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من الزمان. أوروبا مبلغ أو عن هو اللي بلغ في خاطر كي يقول مبلغ وسامع حاجتي قال قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن مبلغ ما نشوف سايبينك تمام يا حدثنا مسدد القار حدثنا بشر القار حدثنا ابن عوان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقعد على بعيره قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له له من تمام. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وان العلماء هم ورثه الانبياء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلهم إلا العالمون. أعيد الآية إيش قلتي؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم. وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامه على هذه واشار الى قتاده ثم ظننتم اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانقذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظه والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عنها. حدثنا محمد بن بشار قال
حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. تمام يلا. باب من جعل لأهل العلم أيام معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يدثر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره من منكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة علينا. تمام يلا. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد ابن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. شنو أمر الله؟ الساعة. عبر. مش هو الجواب؟ باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ابن عمر لم يكن يكثر من الحديث هنا فهمنا منه أنه لم يكن يكثر من الحديث صحيح ولا ما كيفاش روايات الحديث كلها الحديث تمام أحسنت أنه كان يأخذ برأي أبي أنه لا يحدث لكن الحديث التي يحدث بها إنما أغلبها فتوى أو بيان لا مجرد التحديث هذا الجمع بين كثرة الحديث وهنا في أنه لم يكن يكثر من الحديث. يلا. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقه قبل أن تسود. قال أبو عبد تسود إيش معناته؟ سياسي. أي وبر ولي توسيات شنو مشكلة؟ بدون علم لا تصح. بدون علم السيادة بدون علم لا تصح. عليها وجوب التعلم والتفقه قبل السيادة. تعلم قبل أن تسود. هذا معنى الذي ذكرتيه معنى من المعاني. من المعاني أيضا إيش؟ الحياء من طلب العلم بعد السيادة. نعم. يجيك وزير يقعد يجلس يطلب العلم ولا يقعد. أو الاستكبار كذلك. الكبر لا شك. طيب. قال أبو عبد الله وبعد أن تسود. وقال تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الكميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فاستصرف على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. تمام يلا لبعض لا طيب يكفي راجعوا هذه الحديث تحفظ لا حابوا ناخذ شوي تفسير هذا الحديث وبعض المباحث المتعلقة بأصول الفقه نعطي لكم بعجالة تمام طيب وقفي هذه مش لازم تعطيها للي عملناها